تعالوا نشوف ازاي هنقدم البتنجان النهارده مع البوفتيك بطريقه جديده. وزي ما قلت لحضراتكم، انا ليا مغزى في ان انا اقدم مكونات المسقعه في طبق واحد، ولكن نهرب من موضوع تحمير البتنجان في الزيت. بتنجان رومي مفيش كلام، زي الفل طازه، لحمه مفرومه، برغل، معجون طماطم اللي هي الصلصه، صوص طماطم مضروب في الخلاط او طماطم مضروبه في الخلاط، بصل وتوم، روزماري، زعتر، ملح وفلفل، شويه بهارات حلوين كده. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه حلوه قوي. اول حاجه هاخد البتنجان ده كده، مقادير على الشاشه، بتنجان طازه وزي الفل. فرصه البتنجان معايا، خلينا نشوف البتنجان ده نعرفه طازه ولا مش طازه ازاي. هي البتنجانيه يا شيف لها تاريخ صلاحيه؟ لا لا لا، هي الموضوع برؤيه العين. شايفين طبعا الزهره بتاعتها الخضره دي، طالما هي طازه وماسكه نفسها كده تعرف ان البتنجان ده زي الفل، ابيض من جوه. لقيتي الزهره دي لونها اسود وناشف حطبه كده، اعرف ان البتنجان ده ناشف من جوه واسود ومبزر. ده لازم تعرف الموضوع ده. البتنجانيه اللحم بتاعها قوي كده، صباعي او ايدي ما بيعلمش فيه، اعرف ان البتنجان طازه. علم صباعك وغرز جوه البتنجانيه، اعرف البتنجانيه دي سفنجه وايه ومش حلوه. ده موضوع الشرح ده مطلوب يا شيف؟ اه طبعا، لان البتنجان ده يا اخوانا قيمته الغذائيه عاليه جدا، موسوعه من القيمه الغذائيه، لو عملنا عليه ابحاث علميه يعني لا تعد ولا تحصى. والموضوع البحث دلوقتي سهل جدا، تمسكي تليفونك وتعرفي تقولي مثلا ايه فوائد البتنجان، خدها عندك بقى كتير قوي، غني بالالياف، غني بالحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، كل المعادن موجوده فيه، مستودع من المعادن، زيه زي السبانخ، زائد ان هو امن، في بروتين، في بروتين، في الياف، في الياف، في زنك، في زنك، هو ده البتنجان. تعالوا مع بعض ازاي نشوف هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. هناخد البتنجانيه بالشكل ده كده، بنقطع حته صغيره هنا كده، دي مش عايزينها، ثبت البتنجانيه كده تحت ايدي ونعمل الحركه دي كده اهو، ما نقطعش للاخر، ما نقطعش البتنجانيه للاخر. انت بتعمل ايه يا شيف؟ بتنجان معايا اهو زي الفل، شفت المنظر الحلو ده كده اهو، واضغط عليها كده اهو، واكون حريص ان هي تكون ماسكه نفسها بالشكل ده كده. ونجيب صينيه حلوه كده بنحطها في قلب الصينيه واحده واحده كده، عشان الموضوع ايه في شويه فن كده. نركن ده على جنب كده، وناخد الروزماري ده نخليه هنا كده، والمكرونه ترجع ورا، وناخد البتنجان ده نحطه هنا. نعمل واحدة تانية مع بعض، اللي ما خدش باله من الأولى ياخد باله من التانية. نمسك البتنجانية كده، أول حاجة بنقطع حتة صغيرة منها كده، ونيجي هنا في الطرف أهو بالشكل ده كده أهو، نفس القصة أهو، ونيجي عند الزهرة بتاعتها وما نجيبش السكينة جنبها، ما نقطعش عندها يعني أهو، بنخليها ماسكة أهو براحة خالص من غير ما تعوري إيدك أهو. ممكن تستخدمي سكينه صغيره. ونيجي هنا كده نبين جمال البتنجان، نشيل الحته السوداء دي كده، ونفس القصه ونفرتها كده ونيجي هنا براحه خالص، ممكن تعملي حاجه حلوه براحه خالص او بايدك كده، هي الفكره كلها لما بتضغط عليها من هنا بتفرد معاكي براحه خالص فردت البتنجانيه زي الفل، ونحطها هنا نفس القصه. انا بهرب هنا من شوي من قلي البتنجان في الزيت، هاخد البتنجان زي ما هو كده يا عم الشيف بالطريقه دي كده، ونحط عليه شويه زيت زيتون وشويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا كده، وندخله الفرن يتشمع عشان نكون جهزنا البوفتيك عليه، عشان ندخل شرايح البوفتيك بين طبقات البتنجان واحنا مع بعض حلو قوي. البهارات بتاعتنا بابريكا، حاجة سهلة، شوية ملح زي الفل، وكمان زي الفل، حلو قوي. ده بتنجان، اللي هيخش المطبخ من صحابك هيقولك ليه بتعملي في البتنجان وتعذبيه كده. احنا واخدين فكرة عن البتنجان ان احنا نقطعه ونقليه في الزيت لما نيجي نستخدمه مع مسقعة او ايا كان. معانا روزماري حلو عايز الفليفر والطعم، بعمل حاجة حلوة كده وانا شغال اهو، ده الطبيعي عشان الروزماري ده لما يستوي اخد الاوراق بتاعته ادخلها ايه مع البوفتيك. هاخد البتنجان زي ما هو كده يا عم الشيف، ركزي معايا بقى التركه دي كده، واخد شقشاق ميه صغير كده واحطه في ارضيه الصينيه. يوم البخار ده لما يطلع يا عم الشيف يطر البتنجنايه،
شفت التركية ديت مهمة جدا، مش اختراع، واخدها على الفرن في درجة حرارة 180. يلا نصلي على الحبيب قلبك يطيب هنا في أرضية الفرن. انا عايز البتنجان يتشمع، بص عليها كده ونظرة الوداع، بتنجان قطعناه بش اي الحلاوة دي يا عم الشيف، ده خروف ضاني في قلب الفرن او ديك رومي زي الفل. هنقفل الفرن. طيب نيجي نكمل مع بعض البفتيك. موضوع بسيط وسهل، هنجيب المفرمة بتاعتنا او الكبة او الخلاط، ومعانا لحمة مفرومة، معانا برغل، معانا من البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، بابريكا، شوية زعتر زي الفل. اللهم صل على النبي. ناخد اللحمة المفرومة دي كده، احنا بنعمل بوفتيك دلوقتي، ده ممكن يتقلي ممكن يتشوي زي ما احنا عايزين. لحم ضاني او كندوز اللي عندك مش هيقول لا، نسبة الدهون فيه تقريبا 20%، بقدر الامكان ما تجيبش فيه دهون كتير. معانا برغل مغسول بتاع التبولة، بنغسل البرغل مرة واثنين وثلاثة ونصفيه من المية وبنخليه معانا. انا عندي حطيت اللحمة المفرومة وحطيت البصل وحطيت التوم وحطيت ورقتين نعناع اخضر حلوين وحطيت كمان عود روزماري حلو في قلبة الخلطة دي كده، ونخلطها مع بعض. مش هحط توابل دلوقتي، التوابل هحطها بعد ما اشيلها من الكب. استاذن حضراتكم اشغل الخلاط. خلص الكلام، بعتذر. نبص على اللحمه المفرومه بقى شكلها ايه. المخرج بيسالني ايه اللي بتحطه ده في الخلاط بعد ما شغلنا الخلاط. لازم التفاصيل دي تعرفها حضراتكم. طالما انا حطيت برغل بتعمل الكبه اللي هي الكبيبه يعني المقليه، وكبه بالصينيه، وكبه سمائيه، وكبه رمانيه، كبه باللبن، هي عجينه الكبه اساسي. دايما البرغل بيحتاج لشويه ميه عشان يفك ويتحضر مع اللحمه المفرومه، دي قاعده خدها عندك كده. ولكن الميه هنا تكون بارده، ميه مثلجه يعني، ما تكونش ميه سخنه عشان البرغل ما يفكش منك. الخلطه دي معانا زي الفل، بناخدها كده وجاهزه معانا. شيل السكينه دي على جنب عشان اللي يقف على الحوض يغسل الاطباق ما يتعورش، ابنك يخش المطبخ ما يتعورش، الحاجات دي كلها. وادي اللحمه المفرومه معايا، شيل دي كده وخليها على جنب كده. انا وصلت لمرحله خلاص، حته بوفتيك حلوه مكوناتها كالاتي، هقولها تاني ويا ريت نطلع بمقاديرها تاني بعد اذن حضراتكم. مكونات البوفتيك والبتنجان في الفرن بيتشوي، حلو قوي. معانا صوص طماطم زي ما هي مكانها، معانا صوص طماطم على النار بنجهزه ونحضره علشان البوفتيك بتاعنا، زيت زيتون اللهم صل على النبي، مع بصله ناعمه. بعمل شويه صوص طماطم حلوين كده خدم عليهم، حلو، فص توم حلو، شويه زعتر اللهم صل على النبي، وادي الروزماري والزعتر، ومعايا صوص طماطم حلو كده بحطه على التاو على النار. يا ويلي يا ويلي، حلو كده عيني اهي. ده صوص طماطم للبوفتيك بتاعنا الجميل الحلو اللي احنا هنغرق بيه البتنجان اللي في الفرن. طماطم مع التومه مع زعتر مع بصلايه زيت زيتون، اتحطوا على النار، وبعدين نزلنا بصوص طماطم اللي هي الطماطم المضروبه في الخلاط. حلو قوي. حته البوفتيك معايا زي الفل اهي، فيها البرغل، حط عليها التوابل. التوابل بتاعتنا ايه يا عم الشيف؟ شويه ملح، شويه فلفل، تبيلها بايدك انت بقى زي ما انت عايزه، شويه بابريكا حلوين، الكركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصه الكبد، بينشط الكبد وينقي الكبد وجدار الكبد، كل ده للكركم له فوائد عديده.
شويه زعتر حلوين، بنعجن العجينه الحلوه دي يا عم الشيف اهي، ونعمل بفتيك. البفتيك ده يا شيف يتشوي ولا يتقلي؟ والله اختياري. تقدري تعمليه بانيه بعد ما تقطعيه دلوقتي وتشوف هنعمله ازاي، في بيض وبقسماط، وتقدري انك تشويه في الطاسه زي البرجر حسب الرغبه. اهم حاجه انك انت تقلبي التوابل كويسه مع اللحمه اللي انا ضربتها في الخلاط، مع بصل، مع ثوم، مع نعناع اخضر، مع روزماري، مع برغل، بالشكل ده كده. دي تاخد بقسماط يا شيف؟ والله انا بالبفتيك مش بعمله ببقسماط، انا بعمله بالبرغل. الاثنين مدرسه واحده. تعالوا مع بعض نشتغل مع بعض كده زي الفل. تمام، بعمل ايه بقى؟ هعلمك حاجه حلوه. عايز تشتغل على البلانشة دي شوية زيت صغيرين كده. المطبخ ده موسوعة من المعلومات. الزيت ده اللي أنا حطيته ده كده عشان لما تحطي أي لحمة هتشغليها ما تمسكش في البلانشة بتاعتك ويبقى الشكل بتاعها ملمس زي ما أنا شغال كده. نجي هنا كده زي الفل. ده البفتيك اللي هينزل بين شرايح البتنجان اللي في الفرن. وهنا نحطها. حاضر، انا شويه الزيت اللي انا حطيتهم على البلانشه دول سجليها عندك في الذكريات. هو ده اهو. حلو، تاني مع بعض اهو. خليها رقيقه عشان ما تاخدش وقت كتير في السوى. نعم يا غالي، مستحيل تفك البرغل هنا، عصب قوي جدا، حارس مرمى قوي جدا. رقيقه كده اهي كمان. وما تمسكش في البلانشه اللي انت بتحط عليها خالص. هي معلقه زيت صغيره. حاضر، عينيا. شفت الرقه؟ خفه ورقه. شغال كده. سيبوني بقى اعمل شويه بفتيك حلوين، لان ابن عازم صحابه النهارده بيقول لهم مامي بتعمل اكل جميل جدا، محدش يعرف يعمل زيه. قالوا لي ليه يعني؟ ايه المشكله؟ لانها بتتفرج على الشيف المغازي. طلعنا البتنجان من الفرن، وقلت لحضراتكم من بدايه الحلقه انا بعمل اكله مكوناتها بنشوفها في صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. بتنجان، لحم مفروم، وطماطم، هي دي المكونات. ولكن الخبره الطهويه هنا والفن الطهوي غالب على الموضوع. البتنجان قطعناه بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شفتوه، حطينا بين كل شريحه وشريحه شريحه من البفتيك اللي احنا هنشغله مع بعض. عملت واحده في الفاصل، المخرج بيسالني ليه عملتها، قلت له انا معايا واحده اعملها مع الساده المشاهدين، خلونا نشوف هنعملها ازاي. طلعنا البتنجان من الفرن، وافرد البفتيك كده على الخشبه اللي انا دهنتها زيت علشان البفتيك ما يمسكش في البلانشه بتاعتي اهو، واوزع اللحم كده واخليه رقيق جدا، مش عايزها تبقى تخينه عشان تستوي بسرعه. دول كام واحده يا عم الشيف؟ دول 1 2 3 4 5 6 6 6 ومعانا كام واحده هنا؟ 1 2 3 4 5 6 حلو قوي. تمام، الحمد لله محظوظ. هناخد اللحم ده كده زي ما هو بالرقه بتاعته ده كده، ونحطها هنا بين الشريحه والثانيه. ونفس القصه، تعالي يا حلوه، بين الشريحه والثانيه بالراحه خالص كده، لان البتنجانيه هنا انا شمعتها. خدت زيت زيتون وخدت بهارات ودخلت الفرن، ونحطها هنا خش جو. يقوم البتنجان ده هنا حته اللحمه دي انا متبلها فيها كل التوابل. يلا يلا هنا يلا. نفس القصه. هنا نفس القصه. هنا واضغط عليها بالراحة كده تاخد شكل حلو كده. الله عليك يا ولدي. تمام، زي الفل. هعمل تركاية كده، اجيب الطماطم الحلوة دي كده، واجيب سكينة حلوة مشرشرة زي دي كده، اعمل شكل حلو. الأطفال الحلوين اللي مش بياكلوا البتنجان هياكلوه النهاردة، لأن بالتأكيد الشكل الهندسي اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة ده هيشد انتباه أطفالك الحلوين. يا دلعك، حلو قوي، جميل قوي. ممكن تحط فلفل رومي. هي المسقعه ايه؟ تنجان، لحمه مفرومه،
فلفل رومي. آه. نفس القصة. آه. بين الطبقة والطبقة كده شكل يعني. برزنتيشن. صورة حلوة. ناخد واحدة كمان. آه. معانا صوص طماطم معتق يعني واخد بصلة واخد تومة واخد بهارات. حلو. اه درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ كما هي 180. هدخل ده الفرن دلوقتي واقول لها باي باي. حلو قوي تمام. يلا مع بعض نشيل دي من هنا ونشوف الصورة الحلوة اللي الشيف عملها. الروزماري ده ينزل هنا كده يا دلعك. ده بتنجان في الأصل. اه انا عايز اجيب الصورة قبل وبعد. معانا بتنجان لسه ما جناش جنبه سليم زي الفل، ومعانا بتنجان عملناه شكل هندسي مع لحمه مفرومه مع بوفتيك. ده روزماري حطيته على الوش اهو، وادخلها الفرن يا عم الشيف في درجه حراره 180 تستوي. بس طبيعي لازم اعمل حاجه حلوه قوي. في الاول انا حطيت ميه عشان البخار لما يطلع من الفرن مع التوابل يحل البتنجان ويحضره للحشو. انا هنا احط صوص طماطم. اهو الله. اه ايه الحلاوه دي يا شيف؟ عشان صوص الطماطم ده لما ينزل من اللحمه المفرومه بهريز وصوص يختلط ببعضه. واقدم الطبق ده كده مع رز بشعريه مع عيش مع رز ابيض حسب الرغبه. افتح يا سمسم. درجه حراره الفرن عندي 180. دي مكانها فين يا عم الشيف؟ في الاول كان مكانها في ارضيه الفرن. لما نرجع تاني ان احنا ندخل الصينيه في الفرن بنحطها على شبكه الفرن، لان معانا بوفتيك هنا عايزينه يتعرض للحراره. يلا بص لي عليها حبيب قلبي حبيب هارتي. ايه الحلاوه دي؟ لوحه فنيه هندسيه من بتنجان خير ارضنا. هنقفل الفرن. للحظات الجميله الحلوه اللي نستمتع بيها مع شكل هندسي. هو بتنجان. في الاخر طلع نزل هو بتنجان يا شيف، وانت هتعمل فيه يعني؟ خلي بالك من بتنجان. اه بس لازم نقدمه بالشكل ده كده. شوف هي ماشيه ازاي. دي على فين؟ على فين يا شفيق؟ اهي 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 يا هز يا ارض تهز ما عليك يا ادي. اهو تنزل هنا كده زي الفل. حلو قوي. ناخد صوص الطماطم ده كده ينزل عليها. الف انا وشفا للي ياكل. تمام خلصنا من الايه؟ من البتنجان بتاعنا. نكمل موضوع الحلو. ممكن نقدم معاها صوص طماطم اذا احنا حابين يعني. احنا معانا صوص طماطم. حلو الكلام اللي حابب يعني. اهوت زي الفل. نضيفه هنا كده. طبق بتنجان بس ايه شكل تاني خالص وطعم تاني. طعم البوفتيك فيه حلو طبعا، ولكن هي مكونات المسقعة لحمة مفرومة وبتنجان زي ما احنا متفقين، ولكن قدمناه بطريقة جديدة. حلو قوي.